او تدري كانوا مجتمعين المدير والمدرسين مجتمعين يرشحون احد الطلاب يكون صوت المدرسه يعني القاء وتعبير اي حفل مسرح يعني ايوه المهم وكل واحد معه ورقه عطى كل واحد من المدرسين عندهم طاوله الاجتماعات عطى كل واحد ورقه المهم يا جماعه المدير كلها ورقه فيها شروط انت المقدم ومدري ايش يقرونها وتقلب ورقه هنا تكتب اسم الطالب يوم جماعة كلها أبدأ كلهم جبر بداية جبر بالراجح من بداية جبر بالراجح هاي دلعي اللي كفو وأنا بشترك وأنا نوم بس, بس أنت وش كنت تكلم على المركز الثاني كموضوع ولا وش إيه الموضوع طبعا مسامة أول ما رشحوني جاء عاد يعطوني كذا تمرين جاني سلطان الجعيد الله يذكره بالخير قال فيه تمرين لمخارج الحروف والصوت الصوت هو شيء تقول كذا كذا حرف الشين تبدأ يختبر حروفك مخارج حروفك والنطق بالكلام يعني مثلا حط قلم قال يلا تكلم تقعد ما تجيب الكلام صح ولا فكيت القلم تحس انك فصيح يعني انت تكلم دقيقتين ثلاث دقائق وانت بالكلام هذا اكيد تكلم قول يا جور شلونك؟ رايح كيف حالك يا صحتك طيب؟ الحمد لله وينك وين يومك؟ والله اني في جنتي ايه طيب مشارك مشابك تاخذ دورك الاول ان شاء الله الاول وانت الثاني ولا نجم الجمهور ايش يسعدك بس الاول عندي هو يسعدك كم هذا بيكمل في البيزنس ابراهيم بيكمل في البيزنس انت في البيزنس ايش يسعدك اسعد ولدك اذا عنده تسابق انا رئيس القناه انا مدير القناه انت تحس زين وانا لا ليش انت عوض لا تلوف لا تلوف قاطع اعطيك واص تعطيني واص اسقاطع هاي واص استغفر الله شوف الحين لما حطيت القلم هذا جبر بالراديو تحس تحس انك ايش رجعت لك الحياه انك والله اختبارهم حلو انا قررت نفسي انا غبنتني فعال ها موجود هنا شوف يعني هو يخليك مثلا تحس انك ما تعرف تنطق وبعدها اذا طلع خلاص تجي مخارج الحروف عندك